جامعة اسكندرية من أكبر الجامعات اللي بها أعداد وافدين على مستوى جمهورية مصر العربية. أنا بدأ الهيستوري بتاعي من الوافدين من زمان قوي، من 2006 كنت مدير البرنامج الدولي، وكنت البرنامج الدولي كان داخل فيه أول حاجة طلبة ماليزيين. ابتدى شوية شوية الجنسيات تزيد عندنا، مختلف بقى الجنسيات، وبعد كده طلعت مسكت إدارة الوافدين في الجامعة. أنا أول أستاذ يمسك إدارة الوافدين في الجامعة، ده بناء على تعليمات بقى معالي وزير التعليم العالي في انطلاق مبادرة إدرس في مصر بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، الاهتمام بالطلبة الوافدين على مستوى جمهورية مصر العربية. فكان من ضمن التوجيهات الرئاسية والتعليمات إن احنا ننشئ إدارات للوافدين في كل جامعات مصر ومكاتب فرعية في الكلية، بنراعي أكاديميا وإداريا واجتماعيا وصحيا ويعني ترفيهيا وكل يعني حاجة. يعني انتوا لو كان عندكم مشاكل اخرى ملهاش علاقة بكلية الطب كنتوا ترجعوا للإدارة؟ طبعا احنا بنرجع في مشاكل خاصة، في مشاكل دكتورة احنا زعلانين يعني احنا كنا نتواصل مع الدكتورة هالة على الرقم الشخصي احيانا. دكتورة هالة والدتنا من يعني بقول لك احنا من اول ما اجينا 2014 هي استلمتنا وهي بتخرجنا. فانا لا يعني انا معاهم فعلا كأم، لان انا حاسه بكل طلبه الوافدين دي وحاطه نفسي مكان امهاتهم وابهاتهم، وان دول ولادي. لو انا ولادي اتغربوا هبقى عايزه حد يكون مهتم بيهم هناك. صحيح. فهم دول ولادنا هنا مفتقدين الاسره، فلازم نكون لهم اسره بديله. يعني اداره الوافدين فيها شق اللي هو لمرحله البكالوريوس، مرحله الدراسات العليا، جزء الانشطه وجزء للتسويق، وجزء عندنا موظف مسؤول للجوازات عشان حتى يخلص لهم الجوازات بتاعتهم. احنا ابتدينا نهتم بالوافدين، والحمد لله من ظل يعني من بدايه اطلاق مبادره ادرس في مصر في 2019 حتى الان العدد تضاعف. عدد الوافدين عندنا دلوقتي في جامعه اسكندريه ما يقرب من 12000 وافد من اكثر من 70 جنسيه. يعني الشباب هنا دول جنسيات بسيطه، لا احنا عندنا جنسيات من افريقيا ومن اسيا ومن اوروبا من مختلف الجنسيات. وزي ما حضرتك تفضلتي قلتي مشاكل كتيره مختلفه، كل طالب بجنسيته له مشكله وكل كليه لها مشكله. يعني احنا بنحل على مستوى الكليات وعلى مستوى الجنسيات وعلى مستوى الاندر او البوست جرادويت، يعني في مشاكل متعدده بالتأكيد. فالحمد لله احنا كجامعه اسكندريه وفقنا في هذا المجال، وان اداره الوافدين استوعبت كل الطلبه الوافدين. يعني اي هوب ان احنا ما نكونش قصرنا معاكم خالص يعني يا رب. سمعتي عن منصه مبادره ادرس في مصر؟ طبعا سمعت، ومتحمسه بجد ان اخيرا ممكن ندرس في مصر وكمان نقدم اونلاين. وانا كمان مهتمه بالموضوع، بس تعرفي ممكن نقدم ازاي؟ انا سمعت انك ممكن تقدم من اي مكان في العالم من خلال المنصه الجديده الخاصه بالمبادره. فعلا؟ طب ازاي؟ ادخل على www.studyinegypt.gov.eg، وبمجرد ما تعمل حساب ليك هتقدر تختار من بين خدمات كتير هتساعدك في التعرف على خطوات التقديم والوصول لكل المعلومات اللي انت محتاجها بكل سهولة. وده لكل البرامج التعليمية ولا مقتصر على برامج معينة؟ كل البرامج والدورات المختلفة. لو مهتم تعرف أكتر هتلاقي كل البرامج المقدمة من أكتر من 300 جامعة ومعهد على المنصة، ده غير إن فيها معلومات كتير عن الحياة في مصر، ودي أحسن حاجة في الموضوع. أنا لسه داخل على المنصة، ده بجد الموضوع سهل جدا. ده انت تقدري تعملي طلب الالتحاق وتعديل الترشيح واعاده الترشيح وتاجيل القيد، وكمان تدفعي اونلاين. مش بس كده، انا لقيت خدمات كتير في مرحله ما بعد التقديم لحد الاماكن اللي ممكن تزورها في مصر وحاجات تانية كتير، كله موجود على المنصه. انا فعلا عملت حساب خاص بخطوات سهله وبسيطه، هتملي بياناتك الشخصيه بالتفصيل وهيبقى عندك حساب خاص بيكي على المنصه. انا حاسه اني لقيت اللي بدور عليه، سياحه وتعليم. وبكده هتبدأ رحلتنا لمصر